قدوري هي الجامعة التي نعول عليها كل التعويل في محافظتنا وفي مدينتنا كطول كرم، وهي يعني هي مصدر رفعة وعلو وسمو هذه المدينة، ونتطلع إليها لتصبح من الجامعات أو الجامعة الرائدة في عموم الوطن والمنطقة أيضا. وبالتالي احنا هذا جزء يسير مما نستطيع التعاون فيه ما بيننا وبين الجامعة. هذا كله يختص في مختبر معين تمتلكه البلدية، وهذا المختبر بجوز ما احكيش كثير في حياله، لكنه مختبر تم تمويله في فترة سابقة من قبل الإسبان، التعاون الإسباني والتعاون اللامركزي الفرنسي، بالإضافة لبلدية طول كرم، مجهز لفحوصات عديدة بجوز أسلفت قبل شوية، انه لمختبر مياه ومختبر صرف صحي مياه العادمه المياه العادمه، ومختبر في اجهزه ايضا للفحوصات الغذائيه والتربه والهواء ايضا. وبالتالي الجزء الاكبر منه غير مستخدم، ونتمنى تفعيل هذه الجزئيه عن طريق اخواننا في جامعه النجاح، في جامعه خضوري او فلسطين التقنيه، من أجل يعني التقدم والوصول بهذه الأبحاث لما في خدمة المحافظة والمدينة والوطن بأكمله. في اتفاقية بين مؤسستين عريقات بنعتز فيهم، البلدية بلدية طول كرم وجامعة فلسطين التقنية، اللي حقيقة بدأت يعني تخطو خطوات جدا إيجابية في عهد أخونا الدكتور داود وكل طاقم الجامعة، كان أكاديمي أو إداري. هذا يعني بالتأكيد بده ينعكس بشكل مباشر وبشكل إيجابي على الخدمة اللي تقدم لكل مواطن فلسطيني، كانت الخدمة لها علاقة بالتعليم عن طريق الجامعة أو كانت الخدمة لها علاقة بمستوى الخدمات اللي بتقدمها بلدية طول كرم. وإحنا بنشوف إنه توقيع مثل هذه الاتفاقيات يأتي في إطار الشراكة ما بين مؤسساتنا الوطنية، وهذه الشراكة بالتأكيد بدها تنعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات اللي تقدم لكل مواطن فلسطيني. لفت انتباهي انه الموضوع له علاقة في البيئة، له علاقة بفحوصات تتعلق بالمياه والتربة والهواء وايضا المواد الغذائية. يعني هذا يعني توقيته جدا مهم بالنسبة لنا كسلطة وطنية، تحديدا في ظل هذه الهجمة الشرسة اللي بشنها علينا الاحتلال الاسرائيلي المتعلقة بالحرب اللي تشن على بيئتنا الفلسطينية. الاحتلال الاسرائيلي زي ما بتعرفوا غير معني على الاطلاق بانه يجري اي فحوصات مخبريه تتعلق بصحه المواطن الفلسطيني في بيئه المواطن الفلسطيني، وبالتالي من هون ياتي اهميه وجود مثل هذه المختبرات ومثل هذه المؤسسات من اجل اجراء كل الفحوصات المطلوبه حتى نوفر الحد الادنى من متطلبات الحياه الكريمه لكل انسان فلسطيني، واي حياه كريمه بلا صحة لا معنى لها. برعاية عطوفة محافظة طول كرم ورئيس الجامعة، تم توقيعها هذا اليوم للتعاون المشترك حول استخدام مختبر بلدية طول كرم، والذي يوفر تتوفر لديه الأجهزة أو المعدات اللازمة لإجراء العديد من الفحوصات، وعلى رأسها المياه صرف الصحي، مياه العادمة بمعنى آخر، التربة، الهواء بيئيا طبعا، والمواد الغذائية. وبالتالي البلدية تمارس بعضا من النشاطات المخبرية فيه، وعلى رأسها المياه والمياه العادمة فحوصاتها. الأجزاء الأخرى شبه عالقة حاليا، ولكن التعاون الذي سوف يكون ما بين جامعة خضوري وبلدية طول كرم سوف يثمر عن استخدام هذه الأجهزة والحصول على اختبارات عديدة في هذا المجال تخص محافظة طول كرم وأبعد من ذلك إن شاء الله. تهدف هذه الاتفاقية للتعاون المشترك في مجال الفحوصات المخبرية الخاصة بالتربة والمياه وأي فحوصات لها علاقة بالتلوث البيئي أيضا، حيث البلدية تمتلك بعض المعدات والتجهيزات، والجامعة تمتلك الطواقم البحثية العاملة في هذا المجال، وتمتلك أيضا بعض الإمكانات. فبجمع الإمكانات المتوفرة لدى الطرفين البلدية والجامعة وبخبرة الطاقم البحثي في الجامعة، من الممكن أن تعود الفائدة للوطن وللمجتمع وللمزارعين، وأيضا أن تكون من الممكن أن تسهم هذه الاتفاقية في حل العديد من المشاكل اللي احنا ممكن نتوقع أنه يكون في لها آثار إيجابية على المجتمع الفلسطيني وعلى المزارع الفلسطيني وعلى المجتمع أيضا وعلى الوضع الاقتصادي أيضا في المستقبل، لأنه هذه طبعا الاتفاقية بتشمل إعداد تدريب كوادر أيضا، وأيضا إخراج حلول لبعض المشاكل اللي بتواجه مزارعينا ووطننا أيضا.
الجامعة تقوم ببرامج متعددة للحفاظ على البيئة، وبهذا الخصوص تقوم الجامعة بعمل بعض المشاريع الآن في محيط الحرم الجامعي، خاصة في المناطق المحاذية للمصانع الإسرائيلية اللي ينتج عنها بعض النفايات. فطبعا الجامعة تقوم بترتيب هذه المنطقة وتسييجها وإعادة تسوية المواقع وإعادة التشجير أيضا لذلك الموقع، وأيضا تقوم الجامعة بأعمال فحوصات تتعلق بالتلوث الهوائي بالتعاون ما بين مع جامعة النجاح الوطنية أيضا بهذا الخصوص، وإن شاء الله رح نعمل برامج متعددة نعلن عنها في المستقبل في هذا الخصوص. يعني تأتي أهمية هذا المشروع الذي شهدناه اليوم، وكان هناك توقيع في مبنى البلدية ما بين جامعة فلسطين التقنية وما بين بلدية طول كرم، يعني هذا التشبيك ما بين المؤسسات الوطنية للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطن الفلسطيني. وأيضا نحن نتحدث عن موضوع جدا يعني مهم في محافظة طول كرم، له علاقة بفحوصات مخبرية تتعلق بالبيئة وتتعلق بالمياه والصحة وأيضا المواد الغذائية، لما لهذا الموضوع من أهمية قصوى تحديدا في ظل هجمة الاحتلال الإسرائيلي على بيئتنا وعلى صحتنا من خلال وجود مجموعة من المصانع الإسرائيلية بالقرب من مساكن المواطنين في مدينة طول كرم والتي تنعكس بشكل سلبي على البيئة الفلسطينية. من هنا يأتي يعني دور هذه المؤسسات الوطنية من خلال توقيع هذه الاتفاقية للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم على مستوى إجراء الفحوصات المخبرية للمياه وللتربة وللهواء أيضا، حتى يعني نوفر صحة نظيفة وبيئة نظيفة لكل إنسان فلسطيني في هذه المحافظة.